سنتكلم عن الشخير. ما في حدا ما بيعرف شو هو الشخير. الشخير عرض مزعج للمريض ومزعج للناس اللي حول المريض. فالشخير له أسباب، أحياناً بيكون بشكل عرضي في حالات الالتهابات، الرشح، الزكام، القريب بيشخر واحد لأنه بيكون مسكر أنفه، بالعموم مسكر وبيشخر. متى ما راح السبب الحاد يرجع الإنسان طبيعي، لكن في عنا الشخير المزمن يلي الإنسان بتلاقي شلون ما نام بتلاقي عم يشخر. ودرجات الشخير إلى عدة درجات، تبدأ منه إذا كان عم يشخر على جنب، لنا القليب على الجنب الثاني خلاص راح الشخير، أو في عندك شخير شلون ما نيمناه شلون ما نام المريض بتلاقي عم يشخر. إلى أسباب أنفية، عنا انحرافات الوتيرة وضخامة القرينات والتهاب الجيوب المزمن، عنا البلعوم، اللوزات إذا كان واحد اللوهات وشراع الحناك شوي واطي. كيف بدنا نساعده لهالإنسان اللي عم يشخر؟ يعني نساعده إله ونساعد اللي حوالي منه. في عنا عمليات جديدة هلأ، في عمليات قديمة وعمليات جديدة. العمليات الجديدة صارت هلأ عنا بالليزر، بنفتش على سبب الأنف، إذا في عنا بالأنف مشكلة بنحلله إياها، بخلي نسلك له أنفه. في عنا مشكلة تصنيع شراع الحنك واللوهات، هذا كتير عم تلاقي هالعملية كتير نتائجها جيدة، وعم يتحسن 85% من المرضى بيتحسنوا بهالعمليات هي، بتصير بالحالة بعمليات جراحية بسيطة. المريض بيفوت أول يوم يا المسا بيروح على بيته أو تاني يوم، شغلة بسيطة.